مثل العصافير، ولا بحب ابقى كتير ويصير عندي بيت، خاف تنساني هالمشاوي. مشعوري اذا بتروح انه بتفضل ارض تبكي بيوت الارض والورد كله جروح. شو عم تقولي يا حلا؟ ما قلت بتحبك حلا، غيرتني ضويتني بحالي، رجعت غويتني خليتني البس فساتين حسبن حلوين. مسألة لامي فساتينك الحلوين قد العمر صاروا ببالي غمر، جربوا تقرب قبل ما اعرف ويصير بدي احبك وابقى ومعود عدروب الفرح اشقى. خلي اللي بالقلب يضل جوا القلب واتركيني روح، لا بد ما ارجع احكي واتوجع من بعد ما تكون الدنيا كلها سوا. دارت على سطوحة دالي بالهوى.
مخول انطر هون تنعمل برمي ونشوف الضيعه كنا غفيت كلها. شو بدي اعمل؟ بس تشوف العلامه ونلوح بالسرجات ثلاث مرات انت بتحرق الاصباط وبلكي هبوا. نحن بدنا يهبوا، فاذا الشغله خطره. يا مخول؟ نعم. عفيك رجل صوتك. نعم. عندك مبدا؟ انا المبدا. عندك همي؟ انا الهمه. والقضيه؟ والقضيه. والزعامه؟ والزعامه. انت متحمس لفهد؟ نعم متحمس لفهد. فاذا عن امر فهد لازم تحرق الاصباط. وبلكي حدا كمشني بقول له مين بعتني. اوعى تجيب سيرتنا حتى نقدر نبريك وما تتغبر سمعتنا. وبلكي اخذوني على الحبس. يحبسوك؟ يحبسوك؟ انت شو فكرك الحبس؟ كل شيء بنبعت لك، مصريات بيوصل لك، دخاناتك واكلك، وانا مني وعلي راح ابعت لك يوميه صفيه. ها ها بعلبكيه. تبعتوا لي ملوخيه؟ تكرم عينك، تكرم عينك، بس انحبس، انحبس. لازم تجرب الحبس. بتفوت على الحبس بهيم، تطلع منه فهيم. الناس بتعملك زعيم. منلاقيك باستقبال، ومنهيي لك احتفال، وبقولوا هيدا الرجال. فاذا انا ناطر، لما انتوا بتلوحوا بالسرجات ثلاث مرات، انت بتحرق الاصباط. شي بفزع هالليل. قديش ليل؟ قديش معتم؟ البويا السوداء، النوايا وطي صوتك. مين اللي عم يحكي؟ انا رح يوقعوا الاصباط علينا. انت يلي راسك فوق وعم بتدحس هون وما إلك شكل ولا لون، لا تضربنيش بالاصفاد. طن الدينة الشمال، امي وحت عن اليوم. لو كنت تعشيت كنت اجرع. لو بده شي 100 سنة تيطلع الضو ونتروق من ايش. شو عم تعمل يا مخول؟ هلا خوفتيني يا مخول. قول مارق مضيع طربوشي. طربوشك يحو على راسك. مضيع راسي. هيئتك فزعان. خور تسلى بهالدولاب. خلي دور. بدك تحرك ايدك. خلي روج اكتر. لازم تركض. ماليش عين صير ولد صغير. بس يا مخول في ببالك ولد صغير، طفل معذب بده يحكي وما بيحكي. بدي احكي. خدي هالسريج، حبسوني بهالسريج مثل القاعد بكراج، ما قالوا بواب ولا دراج. شو الحكاية؟ قالوا لي حرق الأصباط. وبصير يا مخول تحرق غلة العيال ورزق الناس الطيبين. تفو عليك يا مخول، تفو عليك يا مخول الكبير، وتسلم تسلم يا مخول الصغير. هيك بتعمل يا مخول؟ ايه هيك. روحوا قولوا له لفهد حرق القصب مش فكره. معها معها حرق القصب مش فكره. يا داغر مين اللي عطيك اوامر بحرق القصب؟ ليك يا حلا، قصب ما بدنا نحرق، رح نحرق قلوب. واذا بتسمعي مني اصحى بكره تجربوا تبيعوا دواليب. الدواليب عم بتدور والايام عم بتدور ومش رح فيك توقفهم يا فهد العبور. بسيطة، بيطلع الضوء.